مثلما تتوقعون، خاص بقضية المنشطات، تفاصيل واستفهامات وتساؤلات بقلم زميلنا محمد شوماني. بين المنشطات والمخدرات مسافة أقرب ما تكون أبعد ما تكون عن الأخلاق، عن المنافسة، عن الشرف الأولمبي، عن الإنسانية. بينهما قائمة بحروف الأبجدية ترتفع أرقامها، تزداد ضحاياها، أو عفوا تزداد مريديها بجهل وعن قصد. ذات يوم قال الأسطورة ديغو مارادونا: فعلت بنفسي ما لم ولن يفعل بها عدو. ذات يوم سافر من برشلونة إلى الجنوب الإيطالي، صنع تاريخ نابولي وكتب شهادة وفاته كرويا بل وإنسانيا، لأنه بعدها عجز عن العودة فدفع رسميا الشهادة في سجلات الفيفا العام 1994. لائحة سجلت أسماء أخرى وللتاريخ: فيلسوف البارسا، البايرن، والسيتي، بيب غوارديولا سقط في اختبار المنشطات لاعبا في الكالتشيو بعنوان بريتشيا. طبيب اليوفي ريكاردو أغريكولا دخل السجن تورينو لأنه وفر للاعبين المنشطات من 94 إلى 98. الروماني أدريان موتو، الهولندي إدغار ديفيس، الإنجليزي ريو فرديناند، الإيفواري كولوتوري، البرتغالي ديكو، الكولومبي إيجيتا تحول إلى بابلو إسكوبار في القاموس الكولومبي وتوالت القصص. عربيا لم تسلم بطولة واحدة، جزائريا تمنينا حديثا فنيا آخرا، غير أن الكثير من لاعبينا اختاروا حديث المنشطات والمقاهي. 90% ممن وقعوا في فخ المنشطات كانوا يتعاطون الكوكايين والإكستازي. الموت المفاجئ ينتظرهم وإن اختاروا الموت في قلوب الأنصار الذين يتساءلون لماذا يتجه اللاعب والرياضي إلى المنشطات، إلى المخدرات، إلى محيط مغلق غالبا ما يقوده للهاوية. هل التحايل صار ممكنا رغم الترسانة القانونية وتطور المخابر الطبية؟ هل هو الذكاء أو الغرور؟ هل هو تأثير الأجور أو غياب التأثير النفسي والثقافة الرياضية والتكوين الكافي في الصغر أو الجهل المتعمد في الكبار؟ في كل هذا لا جواب ولا مبرر، لأن المنظومة الرياضية تتحمل المسؤولية الكاملة من لاعبين لا يقدرون منحة الله، ومدربين لا يحاسبون اللاعبين عن التقصير في التدريبات، ورؤساء لا يطبقون القوانين الداخلية إن وجدت، ومناصرين يرافقون اللاعبين إلى الأماكن المغلقة المغلفة بالممنوعات. هناك يقضي اللاعب على مشواره ليبصم اختيار الوكالة أو اللجنة الطبية للاتحادية على النهاية. متأسفون على الحكاية وللرواية تفاصيل أخرى. تعلم بأسف ومرارة سي طبعا محمد شوماني، سي جمال الدين مرجي، للأسف شديد لا نتحدث عن منشطات، نتحدث عن مخدرات ونتحدث عن أشياء تضع حياة اللاعب في خطر. الطريقة سمعتك تصرحت وقلت بأنه حياة اللاعب مهددة بعد شهر 10 سنوات للموت الفجائي، الأمر غير طبيعي. هل المعلومة متوفرة عند اللاعبين في محيط كرة القدم أم أنه الجهل وصل بنا إلى الدرجة أستاذ؟ في حقيقة الأمر عبر لك القانون فيما يخص مكافحة المنشطات، هنا في الجزائر نستجهل القانون لا 053 اللي هي فصلت في القانون في المواد المنشطة وفي التداول المنشطات، فصلت فيها حتى فيها حتى فيها بنود تروح للو بينال. هذا امر طبيعي، هذا مباشرة للسجن. لا لوا انتي دوباج مونديال تاع الوكالة العالمية اون 2015 زادوا في لا سانكسيون، كانت عامين طلعوها 4 سنين، باسكو هما شافوا كان عامين سيسبوندي عامين يعاود يرجع ويعاود ريسيديف، طلعوها 4 سنين وزادوا في 2015 لا لوا دو لا لوا تاع انتي دوباج عالمية تاع لا سانكسيون مونديال. والقانون تاعنا مستنبط منها قانون فيفا اللي هو سينون تريفيونسيال جوريديك، سيدنا انا نتبعوه قانون تاع الفيفا 2019 دوكا 2019. زادوا دخلوا معاه حتى المسؤولين الطاقم الطبي والتقني،
لو كان اللاعب يجيب لا بروف باللي هذاك الدواء ولا هذيك الماده اعطاه الطبيب ولا انترينور ولا اربيت, هذاك الانسان يكون معاه محمول. يقال بانه يتم التلاعب حتى بالعينه على مستوى غرف الملابس لما تقوم بعمليه القرعه, يعني فيه تواطؤ من اشخاص ليس اللاعب فقط. هل فيه قوانين وهل ستكون اجراءات؟